للحديث أكثر عن هذه الانتهاكات التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ضد المتظاهرين السلميين والتي تتزايد مع رفض الثوار حكومة الكاظمي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أو تنضم إلينا الناشطة في التظاهرات ناهد أحمد. سيدة ناهد، بداية أهلا بك. الخلية الإعلامية لمتظاهري كربلاء تقول إن القوات الحكومية اختطفت 3 متظاهرين من ساحة الخلاني في بغداد، هل من معلومات أكثر حول هذه الواقعة؟ نعم، اختطفتهم وقامت بتعذيبهم أبشع أنواع أساليب التعذيب. وللأسف يعني سمعنا أخبار، يعني للأسف أقول لك ما أدري يعني يصح أقولها أو لا، تم اغتصابهم يا ربي. نعم. لهالدرجة وصلت بهم، وهذا يدل على أنه الكاظمي يعني استنساخ للحكومات السابقة، وهذا من رحم الأحزاب وفاسد، وهو بعلمه مثل ما كان بعلم عادل عبد المهدي تمارس هاي الانتهاكات البشعة ضد المتظاهرين، بعلمه أيضا يحدث كل هذا. ويتكلمون عن التبييض والسجون من المتظاهرين، أصلا هم كاذبين، هم اللي طلعوا بس بيضهم للحرامية اللصوص المجرمين يعني أصحاب الجنايات، ولكن المتظاهرين السلميين لا، مستحيل، ولولا كاذبين. نعم، وأصلا أجندتهم أكثر إجرامية من السابقين. نعم سيدة ناهد، بما تفسرين تزايد الكلام المعصوب. نعم، بما تفسرين تزايد وتيرة القمع والخطف بعد بيان اللجنة، لجنة تنظيم تظاهرات ثورة تشرين، خصوصا الموجه لحكومة الكاظمي بشأن تشكيلتها المعلنة، بما تفسرين الازدياد بوتيرة القمع والاعتداء؟ طب تزداد طبعا، لانه الشعب احنا المتظاهرين دنزداد عناد، ودنزيد ثورتنا وتيرة الثورة مالتنا، وبدليل ردنا نقتحمها للخضراء بوجود الكاظمي اللي نطانا وعود كاذبة طبعا، ولهذا السبب حاولنا نقتحم الخضراء. واحنا الحين اللي ردنا، احنا ردنا نوصل رسالة على انه احنا مصرين، ودعون مرة ثانية، والجولات كثيرة، ما راح نستسلم. والأمة كل هذا طبعا ما أمامهم زيادة وسيرة القمع. نعم سيدة ناهد، بهذا العنف الممنهج والمتواصل بحق المتظاهرين السلميين، باعتقادكم هل يستطيع الكاظمي وقواته الأمنية إجبار المتظاهرين على القبول به وبحكومته؟ مستحيل هذا الشيء، هم يعرفون، هو مو احنا اللي مو اللي تسألني واقول لك، هم يعرفون كل زين، ولهذا السبب بتزداد وتيرة العنف بتزداد على قدر عناد المتظاهرين واصرارهم على افشال واسقاط هذه الحكومه. الشعب يريد اسقاط النظام، ما تظاهراتنا، هذه شعاراتنا، هذه هتافاتنا. نعم. سيدة ناهد، نسقطهم باذن الله. نعم، سيدة ناهد، ماذا تقولين بتصريحات الكاظمي الاخيره بشان تشكيل لجنه تتابع الخروقات التي تعرض لها المدنيون من المتظاهرين بشكل عام والتي قامت بها أجهزة أمنية وميليشيات؟ هو وعد بتشكيل هذه اللجنة وفي ذات الوقت لا تزال متواصلة عمليات القمع بحق المدنيين، كيف يمكن أن نفهم هاتين الفكرتين؟ أستاذ، هو من هي اللجنة؟ من هي؟ أولا لجنة من الميليشيات، من نفسهم هم القمعيين، وهم يعني اللي يعذبون المتظاهرين. نعم. يعني بعد ايش تتوقع من عندهم؟ ايش تتوقع؟ هم نفسهم اللي بيمارسون الاجرام، بيسوون نفسهم بيحلون مشكله المتظاهرين. هو انت بدك تقمعوهم، انت بدك تاذوهم، انت بدك تقتلوهم، انت بدك تخطفوهم. نعم. بعد شنو هاي اللجنه؟ هذا ضحك على الزقون. ضحك واضح، ذاك هو. مسرحية ودي يمارسوها علينا، شئنا أم أبينا. وبعدين هم هاي الحكومة أصلاً إيرانية ودي تنفذ أجندة إيران، الحكومة الإيرانية، وهي بالمناسبة هي حكومة إيرانية وكالة. نعم. هي حكومة العراق، هي حكومة إيرانية وكالة. شكراً من بغداد. شكراً جزيلاً لك يا الناشطة في التظاهرات العراقية
سيدة ناهد أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.